المطالعة، فأنا أقرأ القصص بالعربية والفرنسية، لذلك انضمنت إلى مسابقة تحدي القراءة العربي، كما أني أحب التحديات وأخوض كل تحدي أسمع عنه. وأنا أطبق ما أمر به الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كان أول ما أنزله إليه هو تلك الكلمة أقرأ، ورسول عليه الصلاة والسلام حرص على تبليغنا إياها لنكون أمة أقرأ، فهل ينفع أن لا نقرأ؟ وجعلتني شخصا متحدثا بالغة قوية وذاثقة، فهي تقوي مهاراتي الكتابية وتحسن ذاكرتي وتزيد قدرتي على التركيز، فالمطالعة النفس كرياضة الجسد، كما يقول الفيلسوف الروماني شيشرون: بيت بلا كتب جسد بلا روح. وأنا تأكدت أن الكتابة نافذة نتطلع من خلالها إلى العالم، وموهبتي هذه هي سر تميزي.